أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الدعم النيابي للتعليم الجامعي في مملكة البحرين، وأشاد بدور المؤسسات الجامعية في تقديم كافة العلوم والمعارف والتدريب للشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل، وأضاف أن التعليم هو أساس التقدم والتطور في كافة المجتمعات، ولذلك كان اهتمام القيادة الرشيدة بارزا وكبيرا في هذا القطاع. كما أن الحكومة ومجلس النواب يعملان معا من أجل دعم كافة الإمكانات لتطوير التعليم الجامعي في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، وذلك بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس النواب وجامعة البحرين. وكان مجلس النواب قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس وجامعة البحرين لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتعليم. نصت المذكرة على تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب وجامعة البحرين عبر تدريب موظفي الأمانة العامة لتحقيق أهداف إنشاء مركز البحرين للتدريب البرلماني، كما دعت إلى الاستعانة بمراكز مصادر المعرفة الموجودة لدى جامعة البحرين لتعزيز البحوث والدراسات التي يطلع بها موظفو الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن الاستفادة من الكوادر الأكاديمية التي تمتلكها جامعة البحرين من أجل تعزيز عمل مجلس النواب عن طريق إبداء الرأي والمشورة في الموضوعات المعروضة على المجلس. توقيع مذكرة تفاهم حول التدريب المشترك وتقوية التدريب بين جامعة البحرين ومجلس النواب، وبالأخص في مركز التدريب في المجلس. جامعة البحرين اليوم تمثل بيت خبرة كبير ومتميز بوجود عدد كبير، مئات المختصين في مختلف التخصصات، ونحن يعني نتشرف بالتعاون مع مجلس النواب والاستفادة المشتركة بيننا وبين المجلس في الخبرات المختلفة إن شاء الله. طبعا هناك، أنا متأكد أن هناك احتياجات سواء من المجلس بالنسبة لدورات تدريبية في بعض القضايا سواء الإدارية أو القانونية، وهناك أيضا نحن لا نستغني من دعوة مختصين محاضرات حول بعض القضايا التي مختصة في قضايا المجلس، وبيكون لها فائدة كبيرة لطلابنا وأساتذتنا إن شاء الله. وقمنا بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلس النواب وجامعة البحرين. لا شك أن جامعة البحرين صرح علمي كبير، نسعى من خلال التجارب الكبيرة الموجودة في هذه الجامعة لمد جسور التعاون بيننا وبين هذه الجامعة مجالات التدريب المختلفة من خلال مركز التدريب البرلماني الموجود في الأمانة العامة. التعاون قائم منذ أمد بعيد بين جامعة البحرين وبين مجلس النواب، وتوقيع مذكرة التفاهم هذا اليوم هو ترسيخ وتأكيد لهذا التعاون بين المؤسستين. هذه المذكرة تفعل إن شاء الله منذ اليوم الأول لتوقيعها. هناك العديد من طلبة جامعة البحرين ملتحقين بمجلس النواب في برامج تدريبية على رأس العمل في مجالات مختلفة وفي إدارات مختلفة، والتعاون قائم بيننا وبين الجامعة يعني منذ زمن، ولكن يعني هذا اليوم وتزامنا مع توقيع هذه المذكرة هناك بعض الطلبة الذين يتدربون في الأمانة العامة.